إلى ذلك أكد عدد من أصحاب سعادة النواب تفوق مملكة البحرين على المستوى العالمي وبلوغ الإنجازات الرائدة، حيث أثبتت جدارتها في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى باقتدار وكفاءة. نعم، مشيرين إلى أن استضافة حلبة البحرين الدولية للحدث الرياضي الأبرز سباقات الفورمولا 1 سيعزز من مكانتها على خريطة السباقات الدولية، ويحقق التطلعات المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة والمزيد من النجاحات لحلبة البحرين الدولية ومردوداتها على الاقتصاد الوطني. الفورمولا 1 اللي ستقام على أرض البحرين إن شاء الله قريبا، أعتقد أن هذه من الضروري أن احنا نستثمرها، يعني كاستثمارات تستقطب إلى البحرين. هي تعد من يعني السياحة الرياضية، يعني يكون للبحرين واجهة إعلامية، وخاصة احنا لابد أن نسخر الإعلام خارجيا ليعني إعطاء سمعة للبحرين من ناحية السياحة، من ناحية استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وهذه مردة ومصبة في صالح البحرين. لذلك احنا نرتئي أن احنا يعني نكثف من هذه الفعاليات اللي تجذب السياحة للبحرين. مسابقة الفورمولا الحدث العالمي اللي يقام في البحرين لا يقتصر في بيع التذاكر أو الحضور، هو سلسلة من الإيرادات تبدأ من وصول الزوار إلى البحرين من المطار، خدمات الديوتي فري، إلى ركوب التكاسي، ذهاب إلى الفنادق والإقامة، وأيضا ذهابهم إلى المرافق الأخرى، هي سلسلة متراكمة من الإيرادات. بالنسبة للرياضات أو الرياضة الموجودة في مملكة البحرين، كل رياضة اليوم بتخدم الاقتصاد، كل رياضة موجودة سواء من الفورمولا، سواء من الجمال الخيل أو القدرة أو ما شابه أو الدراجات أو كل فعالية رياضية على مملكة البحرين مردودها راح يكون في ميزانية الدولة، وأنا أتمنى من كل أطياف المجتمع المشاركة في كل فعالية حتى تطلع بزخم قوي إعلامي، حضور المجتمع المدني اليوم في كل فعالية إلى دور فعال أمام العالم، وهذا ما يخلي اللي برا البحرين يحب أن يساهم في كل بطولة موجودة. مثل هذه المشاريع الكبرى واللي هي سباق جائزة البحرين لسباق السيارات اللي يقام سنويا في مملكة البحرين، لا شك أن هذه بيكون مردود اقتصادي كبير على البلد من حيث السياحة، من حيث أيضا تعريف هؤلاء الأجانب بمملكة البحرين وبحجم التنمية والمشاريع الضخمة اللي موجودة في مملكة البحرين. طبعا يعني مثل هذا الأمر راح ينعكس إيجابا على اقتصاد البلد، على ميزانية البلد. نتمنى التوفيق والنجاح لكل المنظمين لمثل هذه السباقات.